نعرفوا هاد التطورات اللي عبر العالم لفيروس كورونا اللي كنشوفوه فيروس قاتل، وحنا بدورنا كمسؤولين على القطاع كنبدادوا الجهود ديالنا مع الاخوان السائقين باش يعرفوا راه ان هذا الوقت ماشي ديال الضحك ماشي ديال المزاح، لان هذا مرض فتاك. وكنعرفوا سياره الاجره اللي كتشتغل مع المواطن لانها كتهز الزبناء ديالها. شكروا بعدا المكتب الصحي لانه كيعاقب سياره الاجره، وكنتمنى من السائقين انهم يحضروا لهذا التعقيم بانه مزيان ليهم، وكنتمنى انهم يولوا دائما نظافه سياره الاجره يوميا كل صباح. كنتمنى من السائقين لان هذا الشيء ماشي الضحك ماشي اللعب، لان احنا في مرحله كنتمنى ان كل شيء يتكاتف منها، لا من ناحيه المواطنين لا من ناحيه جميع الاخوان. وكنشكر السلطات المحليه لمدينه العيون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.